ليسا، لا لما جيتي مصر في الأول هل كنت خايفة؟ هل كنت شايفة إن مصر بلد حلوة؟ إيه اللي حصل يعني؟ ارتبطتي قوي كده إزاي؟ وإيه كان شعورك أول لما جيتي؟ أول لما جيتي أول مرة ليكي يعني في مصر؟ My feeling is what is this driving؟ الناس بتسوق إزاي في الشوارع؟ بتقود السيارات في الشارع؟ How am I going to cross إزاي الناس بتسوق بالطريقة دي؟ شفتي حاجة؟ ما فيش حاجة، ده يعني ده مشكلة كبيرة. ده مشكلة كبيرة جدا كلنا بنعاني منها الحقيقة، كلنا كمصريين. So my dad arrived before me. Okay. So before coming, he told me it's a good country. عرفني. So أهلي بات كويس جدا. I was expecting to feel good. فكنت متوقع أن أبقى سعيدة. But I was not expecting to feel that good until at home. متوقع أن أبقى سعيدة جدا بالشكل ده. And really like the people, the hospitality from day one. الترحاب بالناس وال. It's everything. And it makes you feel like comfortable. كل حاجة حسيت إن أنا برتاح كبير وحاسة إن أنا في بلدي. That's why we loved it here right away. Even my family. حتى عائلتي بتحب الهوسبيتاليتي دي جون سان با تي ترحاب الناس هنا ملوش مقارنه مفيش مقارنه باي حته شيء رائع ساكنين فين؟ جني جامي فيو واسكو تشو جني جامي فيو سا بالعمر ما شفت ترحاب ساكن انت ساكن فين؟ انت ساكن فين؟ انا ساكن هنا مش في الزمالك يعني الزمالك في الزمالك ساكن في الزمالك مش في الشيخ زايد اونلي سولمون لا ميزون باسكو بيتي بس في الزمالك لكن النادي هو بيتي جنب طبعا النادي في الزمالك ما بيعرفش على الاهلي هو بيتي طبعا الزمالك نو لا مش الزمالك بقول عشان الزمالك والاهلي الزمالك ده الحي اللي ساكن فيه لكن انا بيتي هو الاهلي طبعا